فقط القضية الفلسطينية جملة من المكاسب القانونية، من بينها ترقية عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة، وأيضا الحصول على جملة من القرارات الدولية الداعمة لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى عزل ونبذ دولة الاحتلال واستصدار جملة من القرارات في محكمة العدل الدولية وأيضا في محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق جاد والاقتراب من إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من قادة الاحتلال الإسرائيلي وهم نتنياهو وجيلانت.